قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إيران على استعداد لعقد اتفاق بشأن تخطيط اليورانيوم إذا احترمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وكفت عن تهديداتها على حد قوله. كان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أعلن أن بلاده تقوم بإنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم وتعتزم استخدامها بحلول مارس لعام 2011. يشار إلى أن إيران قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها تعتزم استخدام جيل جديد أكثر سرعة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتها النووية التي كشفت عنها في الفترة الأخيرة والواقعة بالقرب من مدينة قم وسط البلاد.